السلام عليكم، جولتنا مستمرة معكم في محافظة ياماغاتا، فأهلا بكم إلى قناتكم هشام في اليابان. المبنى اللي ورائي تشوفوا فيه هذا اسمه سانكيو سوكو، مخازن للأرز، هو المخازن التقليدية والتاريخية للأرز في مدينة ساكاتا في محافظة ياماغاتا. إحدى المنتجات المشهورة في هذه المحافظة هي الأرز. هذه واحدة من المخازن التاريخية اللي كان يحفظ فيها، وأعتقد أنه ما زال يحفظ فيها الرز إلى يومنا هذا. إلى جانب أنه مخازن للرز، المنازل اللي موجودة وراي هذه مشهورة جداً لسبب تعرفونه بعد قليل. إلى جانب الشهرة التاريخية لمخازن سانكيو سوكو، زادت شهرة هذا الموقع بعدما تم تصوير مسلسل دراما ياباني في عام 1983. زاد هذا الموقع شهرة فوق القيمة التاريخية اللي هي يحظى بها هذا الموقع. الآن نحن داخل صالة عرض مقسومة بين معروضات خاصة بالمسلسل ومعروضات خاصة بمدينة ساكاتا. مسلسل أوشين دراما يابانية لأشهر كاتبة تلفزيون في اليابان سوغاكو هوشيدا، وتروي قصة حياة الفتاة شين تانوكورا التي تدور أحداثها من نهاية عصر ميجي إلى ثمانينات القرن الماضي. استمر المسلسل 297 حلقة على مدى عام كامل، وأصبحت بطلة هذا العمل الدرامي رمزاً للعزيمة في اليابان، حيث ارتبطت كلمة أوشين في ثمانينات القرن الماضي بمواقف المثابرة والعزيمة. شيشي ماي أو رقصة الأسد تقليد ياباني يعود إلى 1000 سنة تقريباً، حيث يرتدي الناس قناعاً على هيئة شيشي غاشيرا أو رأس الأسد، ويرقصون لطرد الأرواح الشريرة والصلاة من أجل الحصاد الوفير. واتخذ سكان ساكاتا أسداً ولبؤة رمزاً لتعافي مدينتهم بعد حريق كبير في عام 1976، وغالباً يكون الأسد باللون الأسود وبأذنين منتصبتين، وتكون اللبؤة باللون الأحمر وبأذنين متراخيتين. يعود تاريخ هذا البناء أو هذه المخازن إلى عام 1893، حيث اقتضت الضرورة إنشاء مخازن لتحصين أو لتخزين محاصيل الأرز اللي تنتجها المزارع المجاورة. بني 12 مخزناً على التوالي، ولكن الآن في يومنا هذا 9 منها فقط هي التي تستخدم لتخزين الأرز. نعم، ما زالت بعد أكثر من قرن تستخدم في تخزين الأرز. بقي 3 منها حولت إلى متحف يزوره القادمون من خارج محافظة ياماغاتا للوقوف على تاريخ هذا البلد. لكن للأسف، بما أننا الآن في عصر جائحة الكورونا، لم نستطع دخول المتحف المخصص لمنتجات الأرز، وبالتالي اكتفينا بالدخول إلى الجناح المتاح فقط في هذا المكان. انتهت جولتنا في هذه المحطة، انتظرونا في المحطة القادمة بعد قليل. حديقة الحيوانات ولا مدينة الملاهي؟ حديقة الحيوانات ولا مدينة الملاهي؟ مدينة الملاهي. وطبعا ما فيش أحسن من أنك تكافئ الأطفال على أنهم صبروا طول هالوقت هذا وفعلا بذلوا مجهود خرافي يعتبر في يعني التقيد بالالتزامات، البقاء في البيت، حرموا من الخروج المعتاد والطلعات اللي هي فيها لعب والمدارس كذلك، فقلت لازم نجيبهم إلى مدينة
ألعاب هذه المدينة اسمها بنيلاند، موجودة في مدينة سنداي، وهي إحدى المدن التي شاهدت أو لحق بها أكبر ضرر جراء التسونامي والزلزال اللي حصل في عام 2011 في اليابان. الاحتياطات عشان كورونا، كرسي بكرسي، كرسي يجلس عليه وكرسي يتخطوا فيه، كرسي يجلس عليه وكرسي يتخطوا فيه، هذا عشان التباعد الاجتماعي. هذه تزغلط هذه وشنو؟ ايوه دورها يلا زي ما تبي. احنا هنا هذا المدخل، هذا المدخل. هاي وصلنا. اها اوكي. جو برو قريب انكسر. وين جبتها؟ فوق في الكحلة. كويس والله، من حسن الحظ ان المدينة مدينة الملاهي فاضية، فالاولاد اخذوا مجدهم في الالعاب، اخذنا لهم ال 1 day free pass لكل الالعاب اللي موجودة في الحديقة، يقدروا يلعبوا في اي لعبة. احيانا حدائق زي هي تكون احسن بمراحل من مثلا ديزني لاند ولا الحدائق اللي مشهورة هلبة. اهلا، شنو لعبتوا؟ سهلة سهلة. يوهو. كاميرا بتطير.
كاميرا جيب طاحت. ايه وصلنا. وصلنا الى نهاية الفيديو اليوم، ان شاء الله يكون اعجبكم. لو اعجبكم ما تنسوش تحطوا علامة الاعجاب وتشتركوا في القناة اللي مش مشترك فيها فضلا وليس امرا. انتظروا مني فيديوهات قادمة باذن الله، واهم من كل شيء خلوكم ديما رايقين. السلام عليكم.